بس حد عندي بالنص. هل تعرفت شو اقصد بالنص؟ ها انت النص بالنص تبطي صدق. لا تعال 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 بفلوس بفلوس لي بفلوس. لحظه ذي ابغى الحقهم زي والله حسد فيك كابتشينو. صالح انت اعطيت اياه اخذها بغصب يعني. يا صالح صالح بالله قل له قل يا اخي ترى العصير هاي ضعيفه مع البرد ما ينفع لها. صدق والله شو شو اسمع الحين والله اللي يقول لهم شو كم الساعة؟ والله ما ادري كم الساعة؟ والله ما ساعاتي كلها رايحة فيها. والله يجي مثلث عندي يمكن حوالي 10 دقائق. انا معي زي ذي والله بس اني ما اعرف العقارب. ابشر والله باللي يعلمك بالعقارب. الله يكفانا ان شاء الله عقارب الحياة. انا اقصد عقارب برد واشبط وهذه. لا الساعة الساعة. انا احسبك تقصد من الربعانية والعقارب والاشياء هذه. الله يكفانا شره. كم الساعة؟ 9 إلا 10 باقي يعني باقي 10 دقائق تبدا الفقره. وين طيب تبدا هي؟ ها؟ هنا تبدلس عرفت هذا الكبير هذاك؟ اي متاكد انت؟ اي لازم يفعلون لوكيشن ذاكم. ها؟ ايش اسم الفقره؟ وين لوكيشن ذاك؟ والله نسيت. حياه لوكيشن. لا 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 ايش اسم الفقره الجايه؟ انا اعرف هي الحياه. هي الحياه؟ اتحدى احد يقول لا. صح هي الحياه. اتحدى احد يقول لا. اي هي الحياه هي الحياه. هي الحياه. من اللي؟ يصير مع شيخ داعي. ايوه 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 هذه الدنيا. زين انت تسال يا سعد تقول وشو وشو واذا جاوبنا تقول ايه عارف. لا انت قلت عارف قلت لك وشو اني ابي اعرف. قلتها 15 مره صح؟ انت ابي اعرف ايش قلت بس. هي الحياه. يا مرحبا ترحيبة شانها شان ترحيبة. وين فيه وين فيه؟ هذا هذا خلاص الزامل هذا بس. شو انا كاشكا كاشكا قسم والله ثوب والله معدوم وبرطمك طايح كيف يا طيب؟ وشو؟ ما في مجامل ابد. لا والله يعني عشان عشان, عشان ينتبه. اي عشان يعدم هو ينتبه غيره بعد. ايوه غيره من؟ فيك انت عاد جاب طريق. لا ترى خصصنا كلمه كلمة المشكلة. ها؟ كاكاو كاكاو. عيد السؤال. إذا أحد قال لك كاكاو افهمها. يعني كيف؟ بعلمك. كاكو ده اسم الطير. لا كاكاو يعني تراك جايب العيد. والله؟ فلا صالح طيب يا ذكي رايح فيه أنت؟ أيوه أعطنا بأمان. هذه قلت عيد الداخل. رايح يا رايح. اي واحد يقول لك كاكاو يدري انه جاي من العيد. استغفر الله. يا امي ما شكل السماء وما الضياء. سم انشد قرار ولا انشد جواب. القرار عندك. ادخل ادخل كذا شوف. يا ما اعرف والله ما احفظ ولا نشيد ولا احفظ ولا نشيد التعريف. انا حتى نشيدي انا ما احفظ ابيات بسيطه. عندي ابيات لي انا تغريدات مسويها والله ما احفظ منها ولا بيت ولا اكثر من. طيب اسمع يا امي ما كل الناس حافظين. ما احفظ انا لا شوف شوف شوف. طيب مو لا مو بمساله حفظ صفر بس النية اني ما احفظ. ايه يعني انت ما اصلا. ايه شوف 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 اسمع سرور. ما سويت مجهود يعني مثلا انا اكتب بيت وانزله. ركز معي شوف انساه. يجي بكره اسوي تغريده وانزله. اجل اقول لك احيانا والله العظيم اني بعد اسبوعين ثلاثة اسابيع تمام القى في ناس مصممين صور كاتبين عليها الابيات اتذكر انها ليدي. اعرف الابيات مو بغريبه علي. القى تحت مكتوب قلم سرور مثلا. فهمت؟ وتعجبني مره تعجبني مره الكلمات. لكن يا ابو حمود انا بطلب منك بس مو بالحين. لا رقنا اللي هي قلتها بار شو اسمه؟ وش اللي قلتها بار؟ الرسول تعريف بالبرنامج. ايه جست حفظها انا. واني سائر رحلت الى مع تدشين مركز الروقي. اي والله
بتسوي لك مركز الرولبي. اه ما دريت عنها انت؟ لا والله ما دريت. وين؟ علموا يا شباب مركز السرور هذا تطلع من هنا يا اذا ضاع سرور طيب. ما عاد شفته هنا عرفت؟ اسكت والله بيكون للتدشين خلاص تفضل ان شاء الله بيكون تدشين ومن اللي بيدشنون ان شاء الله ضاح صاحب الصوت الجميل عرفت اسمع سعد الكلثم الله يكلثم اياهم داخل ليش سعد احسن من يكلثم الله يسعد ايامك الله يسعد ايامك والله انها غابت عن بالي والله غابت عن بالي المهم مركز سرور شفت سرور شفت سرور اذا ما عاد شفته لا في غرفة نوم ولا مسجد ولا ذا أدرنا في المركز اللي هناك عرفت المركز؟ عرفت؟ المركز حتى لدرجة أنه وصل لمرحلة ما لقيناه في السرير في الليل نا كلنا نايمين طلعنا لقيناه في فراشة هناك في المركز أجيب. شفت؟ عارف الـ 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 الجلسة اللي مرتفعة المرتفعة الدائري انتهى الموضوع من عقبها أطلقنا عليه مركز سرور اصبر بيجي يوم ان شاء الله بيكون فيه تدشيل مركز اهم شيء القهوة والشاهي وال اي نعم ترى لازم تخصص لك ايام تقهوينا فيها تعزمنا خلاص انا اسف ترى كراسي وجلسة على الارض اللي بحط جايب من برا جايب كراسي ارضية وشبة نار وعلوم سفرة وابشر بكل شيء كفو كفو والله كفو وحلا وكل شيء هذا مطلوب ابشر باول بكون هناك يعني لوزين لا ما له دخل لوزين لوزين مع الليز الحارة يطلع مضبوط مو شو اسمه لوموزين دخل لوموزين طيب اوصلكم للمركز الله عليك شوف شوف الدلع بالله قلت شفت احد يوصلك من مكان لمكان قريب بالموزين ما في ابد بس في مركز سرور مركز سرور نعم بس خلوا مركز الروقي كذا افخر مركز الروقي اي افخر والله كيف مركز الروقي والله العظيم خطير شفت كيف والله بطل مركز الروقي مركز الروقي والله كنا تعرف اللي يقول اتحداك تقول مركز الروقي خمس مرات مركز الروقي والله ما تقدر قلها انت اخترت مركز ما مركز مركز الروقي مركز الروقي والله انها حلوه مركز الروقي تعرف اللي يقول قل ما استسببتش خمس مرات ما استسببتش تحدى انت قولها صح ولا مش هي كلمه وش هي ايش ما استسببتش هي كلمه مصريه ما استسببتش نفس لا دقيقه انت قولها ما استسببتش يعني زي اللي يقول انا ما سويت شيء ولا بس انها بالنص لا لا زي مالي سبب ما تسببتش ايوه بس حدك تقول خمس مرات يقولوها اصلا ما استسببتش ماليش دعوه ما يقولوا ما يقولوا يقولوا ماليش دعوه تبغى تبغى شيء تبغى شيء تبغى شيء تبغى شيء يقولونها المصريين مو بزي اللي انت قلت هذه ما قد سمعناها سنبك ده ايه حق قلها يا رجال ما انك شنب سنبك ده احلى اهولك قلت لك جاك مصر قال سنبك ده احلى اهولك لا ما قلت لا ايوه ما قلت لك حد لا 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 بس اللي قد سمعت يعني معروفين يقولونهم يقولوها وقد قالوا لهم قولوها او يقدروا يقولوها يقدرون يقولونها ولا ما تستصعبهاش ما تستصعبهاش ولا ما تستعبطنيش ما استعصبني عجيب توك تنتبه شوف انت واحد جاي من الكويت واحد من ضبي ما شفته قول لك لا ما شفته سلها وش هي؟ مو ضبي والله يا ريتني اعرفها عشان اقولها مو ضبي يا شوقي يحبي ايوه يا جميل مو ضبي تمام